السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكاع متتبعي قناة الإفادة. مهم، نهار الثالث هذا تروازيام جور، وحنايا كنهضرو على لا كونيكسيون. الإخوان هضرنا النهار الأول، شلنا الموت الباطئ ديال الكونيكسيون، والنهار الثاني والنهار الثالث الإخوان اللي هو هذا. المهم، هاد السيمانة هادي كانت كونيكسيون ثقيلة، كلشي كان تيتشكى، كاع الناس كتشكى، الاخوان كاع زبناء اتصالات المغرب كتشكى. صوروا الاخوان، كونيكسيون من 17 ميجا كتبقى عندك ان ميجا. الاخوان من 17 ميجا كتبقى عندك ان ميجا، الا درتي التيست كتلقى ان ميجا الاخوان. بروبليم من عند اتصالات المغرب، راكم عارفين. المهم، اليوم راها خدامة ستابل مزيانة لحد الساعة، راها كونيكسيون مزيانة. غادي نديرو واحد تيست الإخوان قدام عينيكم. من نهار اللي تزادت الكونيكسيون، أنا كنهضر على الكونيكسيون كنهضر على الكونيكسيون، وجات مع الكونيكسيون ماتت في خطرة، ونضنا كنهضرو ونط كنغوت ونط بقى فيا الحال. مي كتبغي تخدم ما كتلقاش باش تخدم، واش تابلودي ب ما نعرف، ما كايناش باش تابلودي ولا تيليشارجي بان ميجا. ما عرفتش الا كانوا معك ثلاثه الناس في الدار ولا اربعه، واش ان ميجا علاش نقسموها، قسموها على ثلاثه الناس شحال غادي تعطيك. التلفاز راه خلاص، راه ما كتخدمش، اي بي تي في ما كيخدمش، وزيد وزيد. المهم، هذا الشيء اللي قصر لنا الله مع هذه الشركه. ما كاينش منافسه، وكانت المنافسه بصح فريمون غادي يعطيوك كونيكسيون واعره، ولكن الله غالب، راه كاينين غير هما اللي دايرين النبره. غادي نديرو التيست الاخوان، نشوفوا اليوم الكونيكسيون راه خدامه ستابل. اخوان السيت اللي هو هذا راكم عارفين، نو سبيد تيست، وغادي نديرو جو الاخوان. شوفوا الاخوان، بينغ 31 راه مزيان. شوفوا الاخوان شحال غادي تطلع لنا في الكونيكسيون. ماشي، ها الاخوان 13، قلت تقريبا اي 14 اخوان، كيف ما كنشوفوا 13 و95. ما كناش كنحنوا كاع توصل لنا 13 95، كانت قاتلو كتوصل 9 8 ونص شحال هادي. مي دابا منين زادوا في لا كونيكسيون راه ولات بخير. المهم، خصكم الشركه ديال اتصالات المغرب تفكروا الناس هكايا، خصكم تتعاملوا مع الزبائن ديالكم، لان الا خسرتوهم راه باي باي. المهم الاخوان، كيف ما كنشوفوا هنايا كوميم، تقدر دابا تخدم اي بي تي في، تقدر تخدم اي حاجه غير تبقى ستابل الكونيكسيون وما كاينش مشكل. ما بالنسبه للناس ديال الفيبر راه حاجه اخرى، فيبر راه شي حاجه اخرى الاخوان. المهم، هذا هو الشرح، انا درت لكم التيست الاخوان من البيسي، باش كاين شي ناس كيكذبوا تيقول لك لا حقه بان راه ما وصلتش الكونيكسيون ل 17. راه الكونيكسيون ولات 17 الاخوان، كاع اللي دخلت لكم كاع المتصفح ودرت لكم شحال عندي في الكونيكسيون الاخوان، غادي تبان لكم 17 الاخوان. حاولوا غادي نديروها بالتليفون باش نوريكم الاخوان، كونيكت الروتور، غادي نوريكم الاخوان شحال كاين في الديبي، باش حتى شي واحد ما يقول لك لا حق راك كتكذب علينا، ولا راك كتقولبنا، ولا اي حاجه كان نهضر فيها مهما كيكون داك الشيء صحيح. قدرش انا نحط شي معلومه اللي ما تكونش معلومه بصح معلومه هي هذيك. المهم، على بركه الله غادي نشوفوا هنايا، ها انتم كيف ما كتشوفوا الاخوان، الا شفتوا هنايا عندنا الاخوان الراط ديال كيلو بايت، وعندنا الدولود ديال الستريم، وعندنا الاب ستريم. ها انتم الاخوان، غادي نحاول نقرب لكم الكاميرا باش تبان لكم. ها هي هنايا كتبان كيف ما كتشوفوا هنا 16 955، قولوا 17، وهنا في الابلود 1021. ها هي الدولود كيف ما كتشوفوا هنا، ستريم 16 955، وفي الاب ستريم 1024. ها هي الاخوان كيف ما كتشوفوا
هي ثورة واضحة الإخوان. المهم الإخوان، خلاصة القول من هذا الشيء، احنا بغينا الكونيكسيون غير تبقى ستابل، ما تبقاش كل خطرة تطيح وتولي طلع تطيح وتولي طلع. اللي عجبو هذا الفيديو الإخوان ما تنساوش تابوناو في الشين، ما دائما كنبغي نحط لكم أو كنقلب لكم على الجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.